غلطانين في غلطانين في الميعاد ولا ايه بالظبط؟ مش عارفه، خايفه من بقيتها بره على السطح معاهم، نصبح نلاقيها والده، نصبح نلاقيها في وسط الكلاب فنتحاسب انا عليها. لا، فانا سايباها لاخر مرحله لما ابو نور يجي هو اللي يشوفها بايده وهو اللي يطلعها. يا جماعه يبقى هو كده ايه، هو كده يعمل المسؤوليه بدل ما كان مجال انا ما نطلعها واللي طلعتها ليه والكلاب والكلب اللي على السطح عماله تلعب وعماله تجري. بس ايه، بس ايه، انا قلت ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي يا جماعة كل الناس المشتركة معانا، الناس الجميلة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا دي كايلة يا جماعة، معادها المفروض تولد 31/11، 31/10 الشهر اللي احنا فيه. طبعا انا عملت لها البوكس لوحده واكلها وشربها معاها، ولان النهارده 5 وبعدين قدامها زي 6 ايام وتولد. وطبعا مش عارفين برضو هي حامل ولا مش حامل، زي ما احنا عملنا لها مكان وخلاص. هو المفروض هي واحدة 31/8 31/10 يبقى شهرين، واحنا طبعا بعد الشهرين بنسيبه 5 ايام كمان. هو كده من كده انا بقى نطلع مزيكا ونطلع بحالي، لان كده مولدوش الاتنين. مزيكا طبعا كويسة، هي مولدتش وبحالية مولدتش، يبقى كده نوفر المكان للكلاب التانية. بس انا سايباهم لان كده كده هنوفر الكلاب زي ما انتوا شايفين. بس انا عندي اهم حاجة كايلة، هنشوف ان كايلا بان عليها حامل برضو، لسه مش عارفين في علم الغيب هيبقى شكلها ايه. طبعا هي المفروض هتولد 31/10، يعني النهارده 25 يا جماعه، 26 وقدامنا زي 5 ايام، وهنسيبوها كمان 5 ايام لو ما ولدتش، وهنسيبوها على الله لو طلعت مش حامل طبعا. بس ايه، ايه طبعا لو طلعت مش حامل هنصرفه بقى، الكلاب اللي مولدتش دي هتروح المزرعه لابو نور. هو كده كده هياخد الكلاب دي وهيبعت الحوامل اللي هناك، لان انا مش هنقعد نتعب وعلى الفاضي، وهم الكلاب اصلا مش شايلين او مش حوامل. يبقى هو ربنا ما اردش المره دي، المره الجايه يريد ان شاء الله. زي ما انتم شايفين يا جماعه اهوت الكايله، طبعا انا حبستني ان انا ما ينفعش نسيبها في وسط الكلاب بره، لان لو كلبتها كلت في وسط كلاب تانية، الكلاب التانية تاكل الجراوه على طول. فلازم تعمل احتفاظات، الاحتفاظ تحط الكلب بتاعتك في بوكس لوحده وقافل زي ما انتم شايفين كده، القفل قافل عليه، والاكل بتاعها والشرب، حتى هي قطع الاكل النهارده هي. فده بيبقى حاجه حلوه لما كلبتك تقطع الاكل بولادها بكام يوم، تعرف ان في حمل او في اي حاجه، ان هم المفروض تقطع الاكل قبلها بيومين ثلاثه. هي كده قدامها 5 ايام ما كلتش، الاكل بتاعها بحاله اهوت. وانا بنتمنى من ربنا ان هي تبقى شايله، ونمسكوا جراوه هاسكي كده يا جماعه، ان الكلبه ديت كلبه سلاله حلوه، كلبه نظيفه، مش هاسكي من اللي تحتاني، ده هاسكي عالي. طبعا جايبه قبل كده في المزرعه وكانت جرواها جميله، وجرواها مبتقعدش بتنباع بسرعه. فانا بندعي من ربنا انها تطلع حامل وتولد، ندعي بس نفسي الجراوة من الكلاب اللي ابو نور جايبها ديت. فانا سايباها على الله زي ما ربنا يريد، زي ما ربنا كاتب لنا الخير. فاحنا طبعا الحمد لله على ربنا يدهولنا. زي ما عودتكم يا جماعه، عرفتكم ان الكايله مش على السطح، عرفتكم ان انا دخلت كايله جوه في بوكسه لوحديها، هي بوكسه كبيره تاخد كلبتين كمان زي ما انتوا شايفين يا جماعه. وطبعا دي مزيكا المفروض تطلع بقى كده خلاص عليها كده، وبحريه برضو المفروض تطلع كفايه عليها لحد كده. اشرب يلا. طبعا انا منطلعها تشرب بره، لان جوه بتغرق الدنيا ميه وتنام على الميه، فانا مش حابه كده، حابه ان انا احط لها ميتها بره بنشربها وتخش تاني. هي كانت واكله من شويه وشاربه، فانا كل شويه كل شويه تخش على كلبه كده تعرض عليه الميه. فانا شاكه ان بص بطنها قد ايه يا جماعه، بطنها كبيره خالص، فمش عارفه يكون المزرعه غلطانين في الميعاد ولا ايه بالظبط. مش عارفه، خايفه من بقيتها بره على السطح معاهم، نصبح نلاقيها والده، نصبح نلاقيها في وسط الكلاب فنتحاسب انا عليها. لا، فانا سايباها لاخر مرحله لما ابو نور يجي هو اللي يشوفها بايده وهو اللي يطلعها. يا جماعه يبقى هو كده ايه، هو كده يعمل المسؤوليه بدل ما كان مجال انا ما نطلعها واللي طلعتها ليه والكلاب والكلب اللي على السطح عماله تلعب وعماله تجري. بس ايه، بس ايه، انا قلت ايه؟ يا جزمه، يا جزمه،
دي لو واحده حامل مش هتجري كده يا جماعه والله. هي طبعا عايزه تنطلق يا جماعه وتطلع بره، انا مش قادره نطلعها بره لان انا خايفه بصراحه. بس هو ابو نور جاي، باجي بقى اشوفها اشوف هي حامل ولا مش حامل. هو قادره طبعا مني، واللي مش هقوم يطلعهم بقى على السور يا اما ياخدهم هناك عنده زي ما هو عايز بقى يا جماعه، يعني يعمل اللي هو عايزه. ادعوا بس يا جماعه، قايله دي قدامها 5 ايام، ادعوا بس من قلبكم ان ربنا يكرم ونمسكوا يا روى هاسكي من الكلبه ديت زي ما انتم شايفين اهي. انا حبستها وعملت اللي عليا والباقي على ربنا. دي هبله خالص، دي هبله خالص، عايز تلعب وتجري وخلاص وتاكل وتنام. اقعدي يا كايلا، اقعدي يا عيل. طبعا الاكل بتاعها حلو يا جماعه، هي زي ما احنا هنحط لها الاكل الصبح. طلعت العصر، دي العصر بعدها بساعتين ثلاثه لقيت الاكل زي ما هو، وهي بتنام نفسها مسدوده مش عايز تاكل. طبعا كلبتك لو حامل بتقطع الاكل قبل يومين ثلاثه زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. زي ما عودتكم يا جماعه ان انا من اي حاجه نعملها انا اعرفلكم من الاول كده، كل حاجه اوضحكم. وان شاء الله خير، وان شاء الله ربنا يكرم منها. تعبت خلاص، قعدت كده قدام البوكس، تعبتي تعبتي من جري والتنطيط يا اختي، ما لحقتش نتكلم. اقعدي تعالي حاليا، اقعدي اقعدي ايوه كده، ولا منك ولا كفايه تشرك، مش كفايه ما ولدتيش، عماله تتجري وتتنططي وتكسري في اللمض وتكسري في الحاجه دي، انت قرشانه. خشي جوه يلا يلا جوه، خشي بوكستك يلا بوكستك تاني بوكستك، يلا خشي بوكستك يا جزم، خشي بوكستك، خشي البوكسه جوه يلا، خشي جوه 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 جوه، مش هتخشي جوه يا جماعه، فرحانه بالمكان بره، خشي جوه يلا يلا جوه يلا يلا جوه يلا جو جو تعال اهي جو اهي اهي يا جزم جو، يلا يلا جو خش البوكس يلا، طبعا يا جماعه دخلتها البوكس زي ما انتم شايفين اهو، زي ما عودتكم دخلت البوكس بتاعتها، هتفت لها اكل، دخلت تجري عليه، طلعتها شويه لعبت شويه في الاوضه وجرت وعملت دي بتنادي، عماله تنادي مع نفسها، نادي ليه انت بتنادي ليه؟ طبعا انت كده فاضيه، انت كده ما انتش حامل، عدى كده كام يوم خلاص كده انتهى ميعادك كده، عدى انتوا الاثنين كده تطلعوا تروحوا على المزرعه هناك، ما تقعدوش معايا هنا انتوا الاثنين، لما ربنا يكرمكم بقى تاني يبقى تعالوا. طبعا حلقتنا النهارده يا جماعه، كايلا عرفتكم نظام كايلا امتى هتولد امتى، وفرشت لها القش بتاعها والاكل والميه بميرد الله، والله يا جماعه شغاله معاهم بميرد الله، لان بيني وبينهم حرام يعني، انا لازم في ربنا شايفني، مش عشان ابو نور مش معايا ربنا نسيبهم كده، لا بالعكس انا والله مراعيها جامده، كنت تعبانه ونموت وبنطلع ناكل ونشرب ونعمل، وزي ما انتم شايفين يا جماعه اهوت الحلقه قدامكم اهي، والكلاب قدامكم كويسه وصحتها حلوه والحمد لله، وحتى ابو نور بيجي بيشهد بكده ان انا واخده بالي من الكلاب، والله كنت بنبقى تعبانه ودايخه ونطلع برضه نطمن عليهم، نور كانت تطلع تقول نقول لها لا لازم نطمن عليهم بنفسي. ودي حلقتنا النهارده يا جماعه كايلا، وعملنا لها مكان قش ودخلتها اهو زي ما انتم شايفين. تحياتي يا جماعه لكل الناس المشتركه معانا، الناس الجميله، الناس اللي بتشجعنا، الناس المحترمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوعوا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، باي يا جماعة.